اسمي علي حج سليمان من قرية حاس، عمري 20 سنة. صوبت في ضرب الطيارة عام 2012/10 مما أدت إلى شلل نصفي. كنت في الحارة وفجأة ضرب الطيارة، صار في عدة إصابات وأنا من بيناتهم، وأسعفوني على المشفى وخضعت العملية. وبعد ما صحيت من العملية أنا ما كنت أحسن حرك شيء في جسمي غير راسي، وسمعت الدكتور عم يقول لأهلي أنه صار معه شلل نصفي. في هالوقت أنا تحطمت كل أحلامي. علي تصوب من شي 6 سنوات، ومن فترة الصوب فيها لهلق بناخده على دكاترة مشان يعملوا له عملية بالنخاع الشوكي، عنده شظية والعملية ما بصل له غير برا سوريا، ونحن ما حسنا فوتوا يعني لا على تركيا ولا على أي دولة مشان تعمل له العملية. وبتمنى أنه يصل له عملية ويرجع عليه مثل أول يعني، ويصير يمشي ويطلع ويفوت مثل رفقاته. وهو بيتمنى كمان انه يطلع مثل رفقاته ويفوت ويطلع مثلا يشتغل، يطلع يعني نزهات، يطلع مشاوير مع رفقاته احسن ما يضل مثلا قاعد كل نهار في الارض. يعني بتحصل انه يطلع مثل رفقاته ويصير يمشي اذا صارت له عمليه. ونحن العمليه بصير له العمليه بس بصير له برات سوريا، ونحن يعني ما بنحسن نفوتوا يعني، حاولنا نفوتوا على تركيا وما مشي الحال، نفوتوا على تركيا ما حسنا، وعمليته ما بصير غير برا سوريا. كان حلمي أنا قبل أنه اشتغل إعلامي، أنقل معاناة الشعب من الداخل للخارج. هلق صار بدي مين ينقل معاناتي مشان أعمل عملية وأرجع مثل قبل، أمشي وأطلع وهو مع رفقاتي وأرجع. هلق أغلب وقتي قاعد في البيت، لا طلعوا ولا فوتي، ما بحسين أتحرك.